بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في 90 دقيقه. بعتذر عن التاخير لوجود عطل هندسي الحلقه اللي فاتت. انا قلت ان المصريين محتاجين هدنه من الفوضى والخوف، ومحتاجين ان النخبه تاخد بايديها وتجتمع على كلمه سواء. وفي الحلقه اللي فاتت انا وجهت كلامي للاحزاب، للحريه والعداله والنور وجبهه الانقاذ، وجهت كلامي للرئاسه والى المتحكمين في القرارات المصيريه لهذا الوطن. والنهارده أنا بخاطب الدولة وعاوز أدور معاكم على الدولة المصرية وعلى هيبتها وعلى سيادتها وعلى قانونها الغائب في الشارع، القانون اللي ترك مكانه في بعض الأحيان لقانون الغاب، وترك مكانه لكل من هب ودب يفرض قانونه الخاص على الناس. هيبة الدولة بتلفظ أنفاسها الأخيرة، مش كده وبس. وكرامة المصريين أصبحت مهددة، مش بس في الشوارع ولكن في الخارج أيضا. وأكيد كل الناس انزعجت لما سمعت عن سجن وتعذيب وقتل مواطنين مصريين في دولة جارة وشقيقة من دول الربيع العربي، وفي الوقت اللي الناس عايزة تعرف الحقيقة بتسأل فين الدولة المصرية وفين كرامة المصري، وهل هنرجع مرة تانية لعصور عودة المصريين من الخارج في نعوش، وهل بعد الثورة ما زال المواطن المصري هو مواطن بلا ثمن في بلده ومواطن من الدرجة الثالثة خارج بلده. الناس عايزة تعرف الحقيقة وتدور على إجابات على أسئلتها، وبتسأل عن الدولة ودورها في وقف بهدلة المصريين في الداخل والخارج. ولك الله يا مصر، ربنا يحميك ويحفظك من كل سوء. نبدأ بأول أخبارنا النهاردة 90 دقيقة. النهاردة شيع الآلاف من أهالي أسيوط جثمان المواطن عزت حكيم عطالله اللي توفي بعد احتجازه مع عدد من المواطنين المصريين في السجون الليبية بتهمة التبشير بالدين المسيحي في ليبيا. شوف التقرير من أسيوط ونرجع تاني. في مشهد جنائزي حزين أقامت الكنيسة الإنجيلية بأسيوط صلاة الجنازة وحفل تأبين للمواطن المصري عزت حكيم عطالله الذي كان أحد المتهمين بالتبشير داخل ليبيا وفارق الحياة هناك. تعالت أصوات البكاء والنحيب بين المشيعين وأهل الفقيد الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر لمقر الكنيسة الإنجيلية الأولى. أخويا ملوش أي دعوة بالأمور دي خالص، أخويا راح هناك ليبيا عشان يشتغل. بصوا لقيلوا للنمرة بتاع التليفون على موبايل الأخ ده اللي هو بتاع الكتب، راحوا قابضين عليه في بنغازي، ومن ساعتها هما بيعذبوا فيه وبيضربوا فيه عشان ياخدوا منه اي اعتراف. طب يعترف على ايه لما مفيش اي حاجة هو عملها عشان يعترف بيها؟ رحنا احنا للسفارة في مصر ورحنا للخارجية ورحنا لكل ده، ولا حد سأل فينا ولا حد عمل لنا اي حاجة. كل يوم يقول هيفرج عنهم هيفرج عنهم، ولا افرج عنهم ولا عمل. المفتري عليه ربنا، وربنا يقدر على كل حاجة، مش بيدنا شيء نعمله. احنا عايزين يفرجوا على الناس اللي كانوا مع عزت، وعزت كان بريء ومسامح، احنا مسامحين وهو مسامح الناس اللي اساءوا اليه، زي ما علمنا المسيح ان احنا نحب ونسامح. شارك في الجنازة القس صمويل باقي صدقة عضو الكنيسة الإنجيلية الأولى، والدكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وممثل مطران أسيوط. ليست قضية شاب مات مسيحيا كان أو مسلما، لكن هي في الحقيقة قضية حقوق الإنسان في مصر، الإنسان المصري مسيحيا كان أو مسلما. هذه هي القضية في جذورها، قضية حقوق الإنسان كمواطن على أرض مصر، الإنسان المصري، وفي نفس الوقت كرامة هذا الإنسان المصري خارج مصر. في الوقت الذي يشيع فيه الآلاف من أبناء أسيوط فقيدهم، تتجه أنظار الملايين في محافظات مصر إلى ليبيا
على أمل الإفراج عن باقي المعتقلين هناك. فهل تنفرج الأزمة قريبا؟ اللي حصل ده شيء مؤسف وشيء مؤلم. يعني هذا المشهد المؤلم أن تفقد أم مكلومة ابنها، وأن يكون المصريين ما لهمش كرامة ولا يعني ولا قيمة خارج بلدهم، ده شيء مؤلم جدا الحقيقة. معنا على التليفون عاطف حبيب، أحد المواطنين العائدين من السجون الليبية. عاطف، الحمد لله على السلامة. لا سلامك استاذ. أنت اتسجنت ليه يا عاطف؟ أنا خدوني من سوق اسمه سوق تعصم. مساء الخير يا باشا. مساء الخير، اتفضل حبيبي. اتسجنت؟ أنا اتخذنا حوالي من 37 نفر من سوق اسمه سوق الظلام في بنغازي، وخدونا حبسونا حلقونا شعرنا وحبسونا، وكان ضربة أستاذ عمرو وهانات بهدلونا آخر بهدلة من الثلاث للجمعة. ماشي، الناس دي مخلطة أهالي مع شرطة. يعني كانوا فيهم ناس ملتحية كتير، تهمونا بتهمة البشار منبشر، ما ثبتوش علينا أي حاجة خالص من ده كله. داخلين رسمي، معظمنا داخلين رسمي بإقامات وتأشيرات، ما فيش حاجة تدينا يا أستاذ عمرو إن احنا يعني نشتغل في البلد. قبل الثورة كنا شغالين كويس 100% والناس بتحترمنا. بعد الثورة بفترة، يعني اليومين اللي عدوا دول، يعني يبهدلوا في المسيحة أكتر. قول لي عاطف، أنتم متهمين بالتبشير، هل أنتم فعلا كنتوا ببشروا؟ لا يا أستاذ عمرو، لا يا أستاذ عمرو، مش مبشر، احنا ناس بنشتغل ومعروفين، وأنا واحد من ضمن ليا 13 سنة في المكان اللي أنا بشتغل كنت فيه. كنت بتشتغل إيه هناك يا أستاذ عاطف؟ شغال إيه هناك؟ أنا تاجر ملابس الصام. تم القبض عليك ازاي، وهل تعرضت لاي تعذيب؟ انا شخصيا لا ما تعذبتش، بس كان في ناس معايا تعذبت وتهانت واتجلدت واتضربت، وناس كبيره في السن وشباب صغيره اتبهدلت يا استاذ عمرو، ومحدش سال فينا خالص، محدش كلمكم خالص من الخارجيه المصريه، السفير المصري هناك ما جالكمش، القنصل ما كلمكمش؟ لا يا فندم، لا ما حد سأل فينا، ده هو ربنا اللي نجانا من المكان اللي احنا كنا فيه. هل اتعرضت للتحقيق يا استاذ عاطف؟ لا يا فندم، حتى طلعت، انا لما طلعت من المقر اللي كانوا ماسكيننا فيه، جاء الراجل اللي هو انا شغال معاه او متأجر منه اسمه علي الفطوري وعبد السلام الميت وعبد السلام الفطوري، وطلوبه شدة، الناس دي هي اللي جريت ورانا وطلعتنا من المكان اللي احنا فيه يا فندم. طلعوك ازاي؟ يعني تم الافراج عنك ازاي؟ تم الافراج، جه ما انا بقول لك اهو، جاني علي الفطوري ضمني وطلعني على ضمانته هو. مين علي الفطوري؟ ده راجل ليبي، ناس محترمه، ناس جريت ورانا عشان عارفه الناس دي بتعاملنا بقسوه جوه السجن يا فندم، والناس دي جريت ورانا عشان تطلعنا. ده اللي انا كنت متأجر منه المكان اللي انا بشتغل فيه، اللي انا ببيع فيه ملابس هناك. احوال المصريين اللي في السجون هناك اخبارهم ايه يا استاذ عاطف؟ ما اقدرش اوصفها لك، من الضرب، من البشع، من الاهانات، ما فيش كرامه اصلا للمصري يا استاذ عمرو، خالص خالص خالص، لا مسلم ولا مسيحي عامه يعني. طب انت تحب تقول ايه للحكومه المصريه بعد مرجوعك بالسلامه، بعد اللي شفته هناك؟ نفسي اشوف مشروع النهضة اللي اتكلم عليه السيد الدكتور مرسي. نفسي اشوف المصري مش متهام في اي مكان، ده التشادي السوداني قبل ما بيحصل معاه حاجة يا استاذ عمرو في ليبيا، يعني عامة كله بيجري وراه، كله بيسأل فيه ليه. يعني احنا عندنا قنصل بنسمع عليه ان هو راجل محترم 100%، ليه ما سألش فينا؟ 37 نفر نتمسك نقعد في مكان يا استاذ عمرو، عرضه مترين في ثلاثة، ويوم الخميس يزيدوا علينا 10 تاني. ما ينفعش كده، لماذا؟ يعني كان منظر وحش، معاملة قاسية جدا من الناس اللي شفناها، أكل بإذنهم هم مش بإذن احنا، فاهم انت ازاي؟ يعني شفنا فينا ناس اتضرب، الجلد يعني اتبهدلنا آخر بعد الاطلاق. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عاطف حبيب، الحمد لله على سلامتك. و معنا على التليفون ست سفير علي العشيري، مساعد وزير خارجية للشؤون القنصلية. مساء الخير ست سفير. أهلا، مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. آخر تطورات أزمة المصريين المعتقلين في ليبيا إيه؟ هو بس في البداية أنا عايز أأكد لحضرتك إن إحنا بنتابع على مدار الساعة أوضاع المصريين في ليبيا من خلال سفارتنا في طرابلس والعنصرية العامة في بنغازي. توجد بعض المشاكل
توجد بعض التجاوزات الفردية في حق بعض المصريين، إنما بيتم التواصل معها في الحال مع السلطات الليبية. النقطة الأساسية اللي عايز أأكد عليها دكتور عمرو، إنه لا يوجد تمييز ضد المصريين، لا يوجد استهداف للمصريين كمصريين على الإطلاق. ليبيا بتمر بفترة استثنائية، فترة تحول، بتسعى الدولة الليبية بكل قوة لفض الأمن والنظام، تواجهها بعض المشاكل الأمنية، يوجد تشدد من جانب بعض الجماعات المتشددة، يوجد اعتداء على بعض الكنائس مصرية وغير مصرية، حدث تجاوز في حق بعض المواطنين، نعترف بهذا، إنما لابد أن نؤكد أن السلطات الليبية تدين بكل قوة هذه التجاوزات، تستنكر بكل شدة في بياناتها الرسمية هذه السلوكيات. اعتبرت أن الاعتداء على الكنيسة المصرية في مصراتة وبنغازي ليس من صحيح الإسلام. هذا هو الموقف الرسمي للدولة الليبية التي نتواصل معها صباحا ومساء من أجل الاطمئنان على المصريين في ليبيا. أما فيما يتعلق بمسألة احتجاز بعض المصريين خلال الأسبوعين الماضيين، حدث بالفعل احتجاز لعدد 55 مصري، تدخل السفير والقنصل العام على الفور بالتواصل مع السلطات الليبية، وأثمرت هذه الاتصالات عن الإفراج عن هذا العدد بالكامل، منهم 35 مواطن عادوا بالفعل إلى أرض الوطن. وأنا بأشكر الأخ حبيب الذي سبقني في الحديث، لأن لما سعادتك سألته عن تعرضه لأي تعذيب، نفى أن يكون قد تعرض هو شخصيا لأي تعذيب، ولكنه ينقل ما سمعه من الآخرين، وهذه النقطة الجوهرية التي أود أن أتوقف عندها. وطالب الإخوة المصريين الذين تعرضوا لأي تعذيب أو سوء معاملة أن يوثقوا ذلك، أن يكتبوا لنا، أن يرسلوا لنا ذلك، لأنه طب يرسلوه على فين يا سيد سفير؟ يعني هل في رقم تليفون يتكلموا عليه؟ في يعني هل في طريقة معينة للتواصل معكم؟ أرقام تليفوناتنا متاحة وأقدر أديها لحضرتك. يا ريت اديها لي هنزلها على الشاشة دلوقتي. لو تقولي الرقم كام سيد سفير؟ هقول لسعادتك رقم فاكس القطاع القنصلي في وزارة الخارجية 257 61 3 0. يعني 257 61 3 0، وأنا أفضل أن تأتي كتابته. هننزلها على الشاشة حالا دلوقتي. حالا مهم جدا أن كل مواطن واجه موقف من هذا القبيل أن يكتب لنا، لأننا بمنتهى الأمانة. طيب هل سيادة سفير المواطن عزت عطلة تعرض للتعذيب لحد ما فارق الحياة؟ أؤكد لك يا دكتور عمرو أن السفير المصري من اللحظة الأولى عندما انتقل هؤلاء الموقوفين من بنغازي إلى طرابلس وهو على تواصل معهم والتقى بهم شخصيا أكثر من مرة، المستشار القانوني يراهم يوميا، التقى السيد السفير بزوجة المواطن، أقدم خالص العزاء لأسرته، ونشعر جميعا بمشاعر الحزن والأسى لما حدث. إنما الذين كانوا معه أثناء الوفاة أكدوا لزوجة المتوفى أنه كان معهم وأنه لم يتعرض لأي تعذيب في ذلك التوقيت. العبرة الآن هو تقرير الطب الشرعي، وهو الذي ننتظره. هل تم تشريح الجثمان سيد سفير؟ بناء على طلب السيدة زوجته، طلبت من السيد السفير عندما كانت في بنغازي أن يتم تأجيل عملية التشريح إلى حين وصولها إلى طرابلس، وقد أجيبت بالفعل إلى طلبها بعد تدخلنا مع السلطات الليبية، والتقت هي مع الطبيب الشرعي وهو مصري كذلك، وكان هناك اقتناع من جانبها بما ذكر عن أسباب الوفاة في التقرير المبدئي الذي يتحدث عن أن الوفاة طبيعية، ولكن ما زلنا في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي. طيب حضرتك قلت لي ان في 35 عادوا، في 20 اظن لسه ما رجعوش، مظبوط؟ بالضبط. هيرجعوا امتى؟ انا بقول لسعادتك ان ال 35 اللي رجعوا دول رجعوا لانهم اقامتهم كانت منتهيه، ولذلك لم يتم يعني مطالبتهم، لم يتم استمرارهم، بينما ال 20 الاخرين معهم اقامات قانونيه، وتمكن قنصلنا العام من أن تتاح لهم الفرصة للاستمرار أو العودة إلى أرض الوطن.
لكنه تم إخلاء سبيلهم خلاص من السجن. بالفعل. نعم. بالفعل. شكرا سيد سفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، هأكد نفس الرسالة اللي قالها سيادة السفير، أرجو من جميع المواطنين المصريين اللي موجودين في ليبيا واللي تعرضوا لأي تعذيب خلال هذه الفترة الماضية من 55 مصري اللي تم اعتقالهم، أرجوكم أن يتم توثيق ده من خلال شكاوى تتكتب وتتبعت على الرقم اللي موجود دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة 257610، ثلاث أصفار 257613، أرجوكم ما تخلوش حد يضيع حقه. أي مواطن مصري كان موجود تم امتهان كرامته، تعرض للتعذيب، تعرض لأي إساءة، لازم توثقوا ده وتكتبوا شكاوى وتبعتوها على هذا الفاكس اللي موجود قدام حضراتكم، وابعتوا لنا هنا على البرنامج صورة من هذه الشكاوى عشان نتابع معاكم ايه اللي هيحصل. احنا لن نقبل ابدا كإعلام على الاقل ان يهان مصري خارج مصر او داخل مصر، لكن ما حدث مع المصريين شيء لن نقبله. وحتى إن كانت الحكومة الليبية ترفض ذلك، لكن على الأقل المخطئ الذي أخطأ في حق المصري يجب أن ينال عقابه. رقم قدام حضراتكم على الشاشة. النهاردة تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها. الطعن تضمن ان الحكم صدر مخالف للقانون والدستور ومتجاوز لحدود الرقابة المسموح بها لمحاكم القضاء الاداري، وده لان القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس النواب يعد من اعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء. وقالت هيئة قضايا الدولة في الطعن ان رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 وانفرد باصدار القرار دون مجلس الوزراء. وجاء ايضا في تقرير الطعن ان الحكم الصادر لمحكمة القضاء الاداري اخطأ في تفسير المادة 141 من الدستور، وان اختصاص الدعوة للانتخاب محجوز لرئيس الجمهورية وحده ويستمد من القانون وليس الدستور. وتضمن ايضا تقرير الطعن ان الحكم باعادة مشروع القانون مرة اخرى على المحكمة الدستورية العليا لاعمال الرقابة اللاحقة على التعديلات التي اجراها مجلس الشورى تنفيذا لمقتضى الرقابة السابقة هو محض استنتاج واستنباط من غير أصل وفرض إلزام على المجلس التشريعي من غير آلية ملزمة، وهو ما لا يجوز قانونا. وانتهى التقرير إلى أن الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري حل محل المشرع الدستوري وغير قصد واضع الدستور من جعل نظام الحكم في مصر نظاما مختلطا إلى جعله نظاما برلمانيا فقط، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية، وهو ما لم يقصده الدستور. معنا مين؟ طيب معنا على التليفون معالي المستشار المحترم الدكتور محمد فؤاد جدالله مستشار السيد رئيس الجمهورية. مساء الخير معالي المستشار. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بستك ست المستشار. عايز اعرف يعني كانت رئاسة الجمهورية منذ ايام قليلة اعلنت انها لن تستشكل في القرار الصادر بمحكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراء الانتخابات البرلمانية، ورئاسة الجمهورية قالت إنها فعلا هتلتزم بهذا الحكم ولن تطعن عليه. السؤال، ليه تم الطعن على حكم المحكمة النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر يوم الأربعاء الماضي الموافق 6/3 هو حكم واجب النفاذ ويحترم، وأعلننا في وقتها أن سوف نقوم بتنفيذ هذا الحكم ونرجع الانتخابات، وبالفعل تم إرجاء الانتخابات والتزمت جميع مؤسسات الدولة بذلك. النقطة الثانية، إن الطعن على الحكم لا يعني وقف تنفيذه. نعم. بمعنى أنه يظل حكم قائم وواجب النفاذ، بمعنى أن هذا الطعن ليس له أي أثر قانوني، وأن يعني أن الحكم ما زال قائم إلى أن يفصل في هذا الطعن. النقطة الثالثة والهامة، بصرف النظر عن نتيجة الطعن، بمعنى ان اذا تم قبول الطعن او رفض الطعن فان هذا لن يؤثر اطلاقا على إحكاء العملية الانتخابية، بمعنى ان الانتخابات اصبح لها رؤية واضحة ولن نحيد عنها، وهو ان مجلس الشورى يقوم باعداد
قانونين كاملين للعملية الانتخابية انتخاب مجلس النواب ومباشر حقوق سياسية، ويقوم بعرضهم على المحكمة الدستورية العليا الموقرة اللي تصدر قرارها خلال 45 يوم، ونأمل إن شاء الله أن هي تنهي قرارها قبل 45 يوم. ثم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى هذا القرار، ثم يعاد مرة أخرى للدستورية لتنظر عما إذا كان تم إعمال قرارها ومقتضى قرارها من عدمه، ثم نتخذ إجراءات الإصدار القانون، وبكده نكون يعني نسير في خطة ثابتة، ويكون لدينا انتخابات ومجلس نواب يتفق والدستور، ولا يستطيع أحد أن يطعن بعدم مشروعيته. النقطة اللي حضرتك تفضلت وأثرتها إن لماذا الطعن ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإجراء الانتخابات من عدمه، ولكن حكم القضاء الإداري تضمن مجموعة من المبادئ يعني هنصطدم بها في المستقبل، بمعنى ان ممكن بكرة مجلس الشورى يتقدم او يقر قانون السكوك مثلا ويبعثه للرئيس الجمهورية عشان يصدره. أيوه. طيب هنفترض ان الوزير المختص او رئيس الوزراء رفضه، فده معناه انك بتغول او بتغلب السلطة التنفيذية اللي هو الوزير على السلطة التشريعية، وده شيء يعني محتاج إعادة عرض هذا التفسير للمادة 141 من الدستور على المحكمة الإدارية العليا الموقرة يعني تبدي رأيها فيه. وإحنا دايما بنقول إن تفسير مواد الدستور ده من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، أما القضاء الإداري والقضاء العادي بنقوم بتفسير القوانين فقط. فالحكم اللي صدر عن محكمة القضاء الإداري له كل إجلال وتقدير وتم تنفيذه بالفعل، ولكن من حق هيئة قضايا الدولة وهي يعني صاحبة الولاية في الدفاع عن مؤسسات الدولة ان هي تطعن، والحق في الطعن ده حق موضوعي خالص لها، وتعيد بحث الموضوع وبعض المبادئ اللي تتضمنها الحكم امام المحكمة الإدارية العليا الموقرة حتى يعني ترسي المبادئ. وبالتالي بناء على هذه الوجهة من النظر قامت هيئة قضايا الدولة وهي هيئة مستقلة بأنها ارتأت أن هناك تفسير للمادة 141 يغل يد السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ويجعل من السلطة التنفيذية صاحبة ولاية عليهم، ويجعل إن ويغل رد رئيس الجمهورية إذا ما رفض وزير أو رئيس الوزراء أن يوقع على قانون تم إقراره من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى، ودي سبقة خطيرة. النقطة الثانية إن القضاء الإداري كان مستقر على إن دعوة قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب هو عمل من أعمال السيادة، إلا إن محكمة القضاء الإداري الموقرة انتهت في هذا القرار إلى عكس ذلك، وبالتالي وأبدت أسباب، وأسبابها أيضا جديرة بالاحترام. نحن لسنا بصدد التعليق على الحكم، ولكن نحن بصدد إعادة عرض المبادئ الذي تضمنها هذا الحكم على المحكمة الإدارية العليا حتى تعيد النظر فيها، وده إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. ولكن اللي بنحب نأكد إن هذا الطعن لا يؤثر على الحكم، ونتيجة الطعن سواء بالقبول أو بالرفض لن تؤثر على العملية الانتخابية، ونحن سنسير في اتجاه إرجاء الانتخابات أيا كان نتيجة الطعن وفقا لهذا السيناريو اللي هو المجلس الشورى ثم المحكمة الدستورية ثم مجلس الشورى ثم المحكمة الدستورية ثم إصدار القانون حتى يكون هناك قانون يتفق وأحكام الدستور. طيب دكتور فؤاد، خليني بقى أنا عايز أختصر اللي سيادتك قلته وألخصه زي ما أنا ما فهمته عشان المشاهد الكريم برضو يستوعبه. إذن الطعن اللي اتعمل النهاردة لن يتم بناء عليه إيقاف الإجراءات، أو يعني بناء عليها الحكم اللي صدر قبل كده بإلغاء بإيقاف الانتخابات ساري في ظل هذا الطعن. يعني أول حاجة الحكم اللي صدر أول كده، يعني يا جماعة الانتخابات اللي تم إيقافها ما زالت موقوفة، وهذا الطعن ليس الهدف منه، أصلح لي يا دكتور فؤاد، ليس الهدف منه إلغاء الحكم الصادر فيما يخص إيقاف الانتخابات، دي أول نقطة. النقطة الثانية ان الحكم الصادر اللي فات بناء عليها المجلس الشورى بيعمل مسودة قانون جديد،
وهيبعته مره تانية للمحكمه الدستوريه تاكيدا للكلام اللي انا بقوله. يعني اذا هيروح المحكمه الدستوريه، والمحكمه الدستوريه قدامها 45 يوم عشان تكون رقابه سابقه وتقول رايها في القانون الجديد، مظبوط؟ ده صحيح. النقطه الثالثه ان الطعن اللي تم النهارده طعن عشان خاطر ما تكونش السلطه التنفيذيه لمجلس الوزراء فوق السلطه التشريعيه للبرلمان او لمجلس الشورى. ده صحيح. هذا الكلام كده مظبوط صح؟ ده كده مظبوط. طيب عشان الحقيقه الانطباعات اللي موجوده كلها، واسمح لي اكون صريح مع سيادتك، الانطباعات كلها بتقول ان رئاسه الجمهوريه بعد ما قالت انها مش هتطعن على الحكم طعنت عليه، ده معناها ان الرئاسه رجعت في كلامها وان الرئاسه عايزه تجري الانتخابات زي ما كانت في الموعد السابق بتاعها. انا بالفعل سمعت هذا الكلام. اذا كان هناك نيه لاجراء الانتخابات تستطيع الرئاسة أن تلجأ إلى الوسائل اللي كان بيلجأ إليها النظام السابق وتقوم بعمل استشكال في الحكم في نفس يوم صدوره أو طعن في الحكم في نفس يوم صدوره ومطالبة محكمة القضاء الإداري بوقف التنفيذ، ولكن إحنا أعلنا في وقتها أننا نحترم الحكم وسنقوم بتنفيذ الحكم، وتم بالفعل إرجاء الانتخابات ولم نلجأ إلى الأساليب الملتوية للالتفاف على تنفيذ الحكم، ولكن الغرض من الطعن هو إعادة النظر في المبادئ الذي تضمنها حكم القضاء الإداري. أما موضوع الانتخابات فقولا واحدا لن تجرى الانتخابات إلا بعد وجود قانون لمباشرة الحقوق السياسية وقانون لانتخاب مجلس النواب، يعني يضعهم مجلس الشورى، يضع مشروعهم في الشورى ثم يحالوا إلى المحكمة الدستورية لتأخذ وقتها وتبحثهم وتصدر قرارها ويعادوا إلى مجلس الشورى لإعمال القرار الخاص بالمحكمة الدستورية العليا على كامل القانونين. أي. ثم يؤخذ رأي الدستورية في عامة إذا كانت تم إعمال المقتضى قرار من عدمه، ثم يتم إصدار القانونين، وبهنا يكون عندنا قوانين تمت السابقة عليها المحكمة الدستورية ويتفق مع الدستور، وبالتالي لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين وأن يطعن بعدم دستورية مجلس النواب الجديد أو يكون محل لطعن بعد ما ننفق عليه المليارات على العملية الانتخابية ونأخذ فيها وقت وجهد. معالي المستشار، إذن أنتم مش هتعملوا انتخابات مجلس النواب إلا بعد المحكمة الدستورية العليا ما تقول رأيها في القانون جملة واحدة. مظبوط؟ طيب بالزبط. ايه السيناريوهات بقى المتوقعه الان؟ يعني هيكون امتى الانتخابات وهتجرى ازاي؟ وهل القانون الحالي اللي تم اقراره هو اللي هيتم على اساسه الانتخابات اللي هو القانون الجديد ان شاء الله؟ ويعني في تقديرك انت امتى الموعد اللي ممكن نقول ان هو ده الموعد لاعلان؟ احنا بنتحدث ان قانون 2 لسنه 2013 اللي صدر ده بتعديلات في القوانين الخاصه بتنظيم مباشر الحقوق السياسيه وقانون انتخابات مجلس النواب، ده خلاص هيتم الغائه، هيقوم مجلس الشورى وهو بالفعل بصدد اعداد مشروع قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسيه ومشروع قانون لانتخابات النواب جديدين، وهيتم عرض كامل المشروعين بقى على المحكمه الدستوريه العليا، لان في المره الماضيه تم عرض التعديلات فقط وده خطا. اما الان سيتم عرض كامل القانونين على المحكمه الدستوريه العليا، ثم تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراقبة مدى توافقهم مع الدستور وتصدر قرارها، ويذهب هذا القرار إلى مجلس الشورى لإعمال مقتضى القرار بمعنى تعديل المشروعين وفقا للقرار الدستورية، ثم يعاد المحكمة الدستورية علشان تقول أن بالفعل تم إعمال مقتضى قرارها، ثم بعد كده نبدأ في اتخاذ قرارات الإصدار وهو صدوره من رئيس الجمهورية. الطعن بقى هدفه لما يصدر هذا القانون، هل هناك التزام على رئيس الجمهوريه انه يعرضه على مجلس الوزراء وياخد توقيع الوزير المختص ورئيس الوزراء قبل ان يصدره من عدمه؟ الحكم بتاع القضاء الاداري قال ده، ولكن هنفترض ان الوزير نفسه رفض، ده معناه ان الوزير يجب بمجلس الشورى، وده يعني نتيجة لا تتفق مع العقل أو المنطق. صحيح. وبالتالي فده الهدف من الطعن بالنقد علشان الإجراء ده فقط. صحيح، كلام واضح جدا. لكن خليني أسألك في موضوع تاني، معلش سيادتك معانا على التليفون. منذ قليل كان معايا أحد العائدين من السجون الليبية وبيتكلم على
تم القبض عليهم بشكل عشوائي، وفي عندنا مصري توفى وتم تشيع جثمانه النهارده في اسيوط. موقف رئاسه الجمهوريه ايه؟ والبعض بيسال اين رئاسه الجمهوريه، وهو قال لي كده اين النهضه التي دعا فيها الرئيس مرسي الى حمايه حقوق المصريين في الخارج، نحن لم نشعر بذلك. موقف الرئاسه ايه من اللي حصل مع 55 مصري في ليبيا؟ هو يمكن الموقف واضح وصريح ان في يعني الاول مره بيتم التعامل مع كل مصري خارج مصر بمنتهى الحزم والسرعه يعني وتبدا وزاره الداخليه بكل اجهزتها تكون رهن لاشاره هذا المواطن في الخارج، بمعنى سرعه الاتصالات، تواجد كل اعضاء السفاره المصريه في الخارج مثلا في ليبيا، متابعتهم للموضوع دقيقة بدقيقة، ثم هنا الرئاسة إذا كانت محتاجة تدخل لدى الحكومة في ليبيا من عدمه، وبيتم التدخل ويتم التنسيق وبيتم سرعة الإفراج أو سرعة اتخاذ القرارات، ثم كمان المعاملة اللي بعد ما يعني بتظهر المشكلة وبيبدأ في تدخل من السفارة. فرق بتبقى الرئاسة موجودة ووزارة الداخلية موجودة والسفارة اللي هناك موجودة، وما عادش بناخد وقت ولا اكرامة المصري كما كان يحدث من قبل يعني. فلا، في اجراءات بتبقى متلاحقة وسريعة. طيب، انباء متواردة كثيرة جدا بتقول ان الرئاسة ليس لديها مانع من حيث المبدأ في مناقشة فكرة تغيير الوزاري او تغيير رئيس الحكومة اذا ما وافقت المعارضة على ذلك او اذا ما رأت المعارضة ذلك في الحوار الوطني. السؤال، هل هذه المعلومة صحيحة؟ هل رئاسة الجمهورية فعلا لديها استعداد لإجراء تغيير وزاري نزولا على رغبة جبهة الإنقاذ والمعارضة في مصر؟ رئاسة الجمهورية لديها استعداد إلى الحوار، وبدون اشتراطات لا من رئاسة الجمهورية ولا من المعارضة، بمعنى لا تشترط رئاسة الحكومة الرئاسة إن الحكومة هتتغير ولا مش هتتغير، ولا تشترط الجبهة إن الحكومة يتم تغييرها، ولكن الأبواب مفتوحة للحوار البناء المفتوح، بحيث كل طرف يدلي بأسانيده وبأرائه وأسانيد هذه الأراء، ويستمع إلى وجهة النظر الأخرى، ونصل إلى نقاط اتفاق في الوسط. ليس شرط أن كل ما تطلبه مؤسسة الرئاسة أن هي تحصل عليه، وليس شرط أن كل ما يطلبه المعارضة يعني تطلب المعارضة تحصل عليه، ولكن المهم هو مصلحة هذا البلد وما يريده الشعب المصري بالفعل. وبالتالي فيعني رجاء أن يكون هناك حوار بلا شروط من أي طرف، ويستمع كل طرف إلى الرأي الآخر وأسانيده، ونقتنع بما يحقق مصلحة البلد وما يحقق ويعني يساعد في التئام هذا الانقسام السياسي، ويكون هناك وحدة سياسية لأي حكومة مهما كانت، سواء الحالية أو ما سيتم الوصول إليه، لن تستطيع النجاح في ظل هذا الانقسام السياسي. والنقطة الثانية، يعني هذا الانقسام السياسي بيخلق تدهور في الأوضاع الاقتصادية وتدهور في الملف الأمني، وبالتالي لابد أن سرعة يعني سرعة قيام هذه القوة بالاتفاق والتوافق حتى ينعكس هذا على الملف الاقتصادي والملف الامني، ونبدأ في خطة ثابتة في استكمال مؤسسات او بناء مؤسسات الدولة، ثم نعالج المشاكل الاقتصادية والمشاكل الامنية اللي لو استطالت المدة دون معالجتها ممكن تنعكس بأثار سلبية اكثر على المواطن، وان يجب على الجميع ان هو يعني يستقر ويستشعر ب القضايا الملحة للمواطن. المواطن محتاج أمن، محتاج يلاقي سرر، الفلاح محتاج يلاقي سرر وكناوي، من البسيط محتاج أن يبقى فيه أمان ويبقى فيه وظيفة له. ففي قضايا ملحة جدا أعتقد السياسيين يعني مش شايفينها كويس، قضايا الأمن، القضايا الاقتصادية، أسعار السلع اللي التضخم فيها يعني شهريا وصل 2.7 من شهر يناير لشهر فبراير، البطالة وهروب المستثمرين وغلق المصانع، دي كلها لأنه الناس شايفة أن في انقسام سياسي وبينعكس على النواحي الأمنية والنواحي الاقتصادية. وبالتالي لابد أن احنا نغلب المصلحة بتاعة المواطن البسيط ومصلحة البلد على كل مصالحنا الضيقة، وهذا الكلام للجميع بلا استثناء. نعم.
شكرا جزيلا معالي المستشار دكتور محمد فؤاد جدلة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، الذي أكد أن الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ليس الهدف منه تنفيذ أو إجراء الانتخابات التشريعية، وأن الانتخابات التشريعية لن تجرى إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية على القانون، وأن الهدف من هذا الطعن هو أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري جاء به مطاعن، لأنه جاء يحتوي على أن السلطة التنفيذية ترتفع على السلطة التشريعية. يعني إذا ما جاءت السلطة التشريعية وأصدرت قانونا ولم يحظى بموافقة السلطة التنفيذية لا يتم تنفيذه، أن الطعن مراده هو تعديل هذا الوضع والعودة إلى أن تتساوى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما أكد أيضا على أن حقوق المصريين في الخارج في ليبيا مصانة، وأنا بأكد مرة تانية أي مصري تعرض لأي اعتداء من 55 مصري خلال الأسبوعين اللي فاتوا، الرقم قلناه وهنقوله تاني 25760000، يبعت فاكس باسم السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، ويبعت لنا على الفاكس بتاع المحطة هننزله دلوقتي صورة عشان نتابع ايه اللي حصل. محدش يسكت يا جماعة على حقه. النهاردة مجموعة من أئمة وزارة الأوقاف أطلقوا حركة أئمة بلا قيود، ودعوا لتلبية حقوق الأئمة ومطالبهم بتفعيل المادة الرابعة من الدستور الخاصة بإشراف الأزهر على الدعوة الإسلامية وأمورها، وطالبوا بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على المساجد ينتخب مديرها من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر، وإبعاد الصراعات الحزبية والسياسية عن الوزارة والمساجد، وإلغاء الانتداب اللي وصفوه أنه انتقائي. معنا على التليفون فضيلة الشيخ أحمد ترك مؤسس حركة أئمة بلا قيود. السلام عليكم يا شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك. الله يكرمك، ازاي صحتك، اخبارك ايه؟ بارك الله فيك. بس انا احب اصحح ان انا لست من المؤسسين لحركة أئمة بلا قيود، انا فقط عضو. نعم. الحقيقة هو مؤسسها مجموعة من الأئمة. نعم. الحقيقة لست واحدا منهم. نعم. بل انا انضميت اليها بعد تأسيسي. عظيم. يعني ايه بقى فضلتك تشكيل هيئة مستقلة تكون مشرفة على المساجد عشان بس نوضح للناس؟ والله يا دكتور عمرو احنا بنعاني من عشرات السنين من استخدام المنابر والمساجد، وكل عصر من العصور بيأتي اول حاجة بيعملها بيشوف وزير الاوقاف اللي يكون تبعه وايه المساجد تدعي له، ويكون فيه حالة من حالات الدعم سواء منظور او غير منظور. قبل الثورة كان أظن حضرتك نفسك كان عندك مشكلة في مسجد النور وبعدين مسجد محمود، أظن مظبوط؟ صحيح، أنا كنت في مسجد النور طبعا، معروف المشكلة كانت موجودة بعد الثورة بيني وبين الحاج حافظ السلام ربنا يديه الصحة، والمشكلة تزال قائمة لكن مسكوت عنها في هذا الإطار. وتمت هناك لعيب كبيرة جدا في هذا الإطار، قامت بها مجموعة من الوزارة ومجموعة إلى آخر، يعني مشكلة طويلة. مش دي المشكلة، إنما المشكلة الحقيقية هو الاستخدام السياسي للمساجد وللمنابر وتوظيف الأئمة. فإحنا النهاردة عايزين نرجع المساجد مرة أخرى يوم أن كانت المساجد تابعة للأزهر وينفق على العلماء من أموال الوقف بعيدا عن أي سلطة وعن توجهات أي حاكم. بعد الثورة إحنا فوجئنا، طبعا احنا املنا كثيرا قبل ايام الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسية بان مشاكل كل الائمة ستحل، سواء مشاكل مالية او ادارية او غير ذلك. فوجئنا ان الامر ازداد تعقيدا. وانا الحقيقة سمعت بشغف الحديث الرائع الذي دار بينك وبين الدكتور صلاح سلطان. نعم. مع احترامي للدكتور صلاح سلطان، هو اخ فاضل نحترمه على المستوى الشخصي، لكن معظم الحقائق التي او الكلام الذي قاله هو غير صحيح تماما. في حاله من حالات الهيمنه على المساجد وعلى الائمه، في حاله من حالات الترهيب لبعض الائمه حتى يكونوا تابعين، فيه نقل تعسفي، في حالات من حالات التهديد، هناك هيمنه على مفاصل وزاره الاوقاف. ولما بنقول الكلام ده بيقولوا شوفوا احنا عندنا كم قيادة، 70 قيادة، هم 7 بس اللي موجودين من جماعة الإخوان المسلمين. ده طبعا كلام غير مقنع، لأن دائما السلطة عندما تهيمن كيفا وليس كما. يعني هم الحزب الوطني كان في مصر يعني، لكن كانوا مهيمنين. فإحنا النهاردة هذا الكلام طبعا ما بي لا، الحقيقة جماعة الإخوان المسلمين مهيمنة على المساجد، مهيمنة كاملة.
تستخدم بالفعل المساجد. وصل الأمر إلى أهانة كبيرة للأئمة، في بعض إخواننا الأئمة أهين في بورسعيد وسحل سحلا أمام الجمهور. وأنا يمكن تعرضت لكثير من المواقف، ونقلت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ولكن أنا والله انضمامي للحركة ليس لهذا السبب، إنما إحنا كلنا شباب أئمة لا نريد إلا أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله. وذلك كان البيان النهاردة واضح، أول حاجة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إحنا بنقول النهاردة دكتور محمد مرسي عضو في جماعة الإخوان المسلمين، هذا لا يعيبه إذا أحسن. طيب النهاردة جاب الدكتور طلعت عفيفي وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين مسكهم وزارة الأوقاف، هب بعد 4 سنوات يا دكتور عمرو لو جيه رئيس ليبرالي أو سلفي أو يساري هيعمل إيه في المساجد؟ فعشان كده إحنا بنطالب بهيئة مستقلة، هي دي يتم انتخابها زي الانتخاب المشرف اللي حصل لانتخاب فضيلة المفتي، وده بيتناغم تماما مع المادة 4 من الدستور بأن يكون الأزهر الشريف زي ما كان داعم للدعوة الإسلامية ومشرف على الدعوة الإسلامية لأكثر من 1000 سنة، يكون هو دلوقتي داعم أيضا ومشرف على الدعوة الإسلامية لانتخاب مدير هذه الهيئة من هيئة كبار العلماء. ده أول حاجة. حاجة تانية، إحنا بنطالب بحقوق الأئمة التي عرضت على الدكتور مرسي نفسه وعرضت على وزير الأوقاف ووعدنا بها كثيرا قبل الانتخابات الرئاسية، لم يتحقق منها شيء، بل بالعكس هناك الأئمة أخواننا الأئمة في كل ربوع مصر في حالة احتقان، لأنه هم بيشوفوا تقطير عليهم وإسراف في بعض أوجه في بعض الأوجه التي لا تعود لا على مصر ولا على الدعوة. أيضا كثير من الأئمة ترى أن وزارة الأوقاف من 6 شهور ما عملتش شيء جديد، أي مشروعات جديدة، يعني حتى المشاكل الأساسية بتاعت المجتمع دكتور عمرو لم تواجهها. واللي عرض الدكتور صلاح سلطان واللي بيعرضوه وزارة الأوقاف، كل دي كانت مشروعات قديمة هم استسلموها والآن بيفتخروا بيها. لكن النهاردة عملوا إيه مع مشكلة إلحاد الشباب؟ عملوا إيه مع المسائل الخلقية؟ النهاردة أنت ممكن تخش أي مسجد تلاقي فيه صراعات، الخطيب بيؤيد الدكتور مرسي أو بيطعن في الدكتور مرسي، يقوم الناس تتخانق مع بعضها. إحنا عايزين حقوق الأئمة وحقوق المساجد وإبعاد السياسة والتوظيف السياسي والحزبي عن المساجد، وهذا لن يكون إلا باستقلال. كلام واضح جدا، شكرا فضيلة الشيخ أحمد ترك على الأوقاف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد ترك، مؤسس وعضو حركة أئمة بلا قيود. النهاردة شهدت محافظة المنوفية أحداث عنف بسبب قيام مجموعة من شباب الألتراس وعدد من أعضاء الحركات الثورية بمحاصرة محكمة شبين الكوم ومحاولة اقتحامها، وتم القبض على 39 من المتظاهرين بتهمة محاولتهم اقتحام مبنى محكمة شبين الكوم الكلية وإلقاء الحجارة. وأثناء الوقفة للمطالبة بالإفراج عن محمد جمال أحد أعضاء أولترز ديفلز بالمحافظة، معنا التليفون الأستاذ محمد الشامي مدير صحيفة الأخبار بالمنوفية. أستاذ محمد أهلا بك. أنت خير يا دكتور عمرو. الله يخليك. إيه الأوضاع عند حضرتك دلوقتي؟ هو حاليا ساعات إحنا فوجئنا منذ صباح اليوم في 9:30 صباحا بأن هناك احتشاد للمئات من شباب الألترز ديفلز ألترز أهلاوي أمام مجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم. المشهد ان هناك العشرات من الاوتوبيسات جاءت فجاه امام المحكمه، هبط منها المئات من اعضاء التراس اهلاوي لمؤازره زميلهم محمد جمال هلال، وهو احد شباب الالتراس المحتجز 15 يوما على ذمه احدى القضايا، خاصه انه قام منذ اسبوعين تقريبا بمحاوله اقتحام مبنى مديريه امن المنوفيه بالقاء عدد من الشماريخ على المبنى، مما ادى الى اتلاف الزجاجات النوافذ الخاصه بإدارة البحث الجنائي، وحاول اقتحام المبنى بعد القاء القبض عليه، وتحقيقات النيابه ادت الى حبسه 15 يوما. اليوم دفاع محمد جمال قام بتقديم استشكال لمحكمه شبين الكوم على اساس الغاء هذا الحكم او الحبس، الا انه رفض هذا الاستشكال. فور ذلك تحول مجمع محاكم شبين الكوم الى ثوره من شباب الألتراس، وحاله من الهرج والمرج واشتباكات بين
شباب الأطرس وقوات الأمن التي كانت موجودة ومحتشدة لتأمين مجمع المحاكم بشبين الكوم. أدى ذلك في نهاية الأمر إلى أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على 39 من أعضاء شباب الأطرس، وتم احتجازهم في قسم شرطة شبين الكوم وقسم الترحيلات، ثم تم بعد ذلك نقلهم إلى سجن شبين الكوم العمومي. هناك حاليا فريق من النيابة الكلية بالمنوفية انتقل إلى مضافة التحقيقات معهم بإشراف المستشار أسامة داود رئيس النيابة الكلية وسبعة من وكلاء النيابة تحت إشراف المستشار أيمن العبد المحامي العام لنيابة المنوفية، ونحن في انتظار يعني ما ستسرع عن تحقيقات. طيب أستاذ محمد، إيه اللي حصل النهاردة؟ سمعنا أن كان في مشاجرة في السوق النهاردة وتمخض عنها بعض الإصابات. بالفعل في مدينة ويسنا صراحة أيضا يعني اليوم كانت المنوفية مليئة بالأحداث، يوم يعني ساخن جدا عندكم النهاردة بالفعل. يعني صباحا أيضا هناك اليوم يبدأ السوق الرئيسي لمدينة أوسنا اليوم حدث أنه فيه مشاجرة بين أحد المسجلين خطر وعدد من التجار في من أهالي قرية عرب أبو ذكري بأوسنا، فيقال أنه كان مثلا السبب هو محاولة لفرض الإتوان، وطبعا أدى ذلك إلى أنه اشتباكات بالأعيرة النارية بين الطرفين. على إثر ذلك الأمر خرج أهالي قرية عرب أبو ذكر وقاموا بقطع الطريق الزراعي القريبة الإسكندرية، وكان هناك حالة من الغضب لدى الأهالي لمطالبتهم بضبط يعني هذا المتهم، ويعني صار السيطرة الأمنية على المكان. بالفعل انتقلت قوات الأمن وتم احتواء الموقف والتفاوض مع الأهالي وتم فتح الطريق بعد ذلك. أثر هذا أو هذه الحادثة أثرت عن إصابة اثنين من الأهالي، نقل إلى مستشفى وسنة المركزي لإسعافهم، وألقي القبض على المتهم وهو يدعى أحمد سمك أو شهرته أحمد سمك، وهو مسجل خطر معروف عنه استخدامه لأسلوب الإتوات والبلطجة على الجماهير في هذا المكان. شكرا للزميل الصحفي الأستاذ محمد الشامي مدير مكتب صحيفة الأخبار من المنوفية. النهارده عدد من محامي أسر شهداء مذبحة بورسعيد كشفوا عن ملخص لتقرير تقصي الحقائق في أحداث المذبحة. معنا على التليفون الأستاذ محمد عبد الوهاب محامي أسر شهداء المذبحة. أستاذ محمد أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عمرو. أهلا وأهلا وسهلا مشاهدينا في الكرام. إيه فندم ملخص ما جاء، ما هو الجديد في تقرير تقصي الحقائق؟ الحقيقة دكتور عمرو هو مذبحة بورسعيد ما زال هناك العديد من الأسئلة يجب الإجابة عليها، وعاوز أقول لحضرتك أن الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد بالقضاء بإعدام 21 متهم وتبرئة 28 والسجن في حق 24 هو يعتبر بالنسبة لأهالي شهداء المذبحة ودفاعهم اللي أنا بأشرف أن أنا أكون واحد من دفاع المجني عليهم، أن هو الحكم بيعتبر بالنسبة لنا الفصل الأول من فصول كشف ملابسات هذه المذبحة المروعة. الفصل الأول أو المحطة الأولى انتهت إلى تقديم بعض من نفذوا هذه الجريمة، أما بالنسبة لمن دبروا ومن مولوا ومن اتفقوا وحرضوا فلا يزالوا طلقاء حتى الآن. واحنا جميعا التقرير يا فندم انا عايز اعرف بس التقرير، هل هناك جديد في التقرير؟ يعني في كلام عن تورط رجال اعمال كبار في المذبحه، السؤال ايه الجديد في التقرير؟ ما انا بقول لحضرتك بس عشان ايه المقدمه، علشان نقول اتفضل. بس للراي العام ان الناس كثيره اختلفت ان هناك رضاء تام حول الحكم الصادر وان اهالي الشهداء اكتفوا بهذا القدر زي ما بنقول، ولكن بقول لحضرتك دي كانت هتكون نقطه الانطلاق لكشف المدبر الأصلي للجريمة، لأن جريمة القتل والاغتيال بهذا الشكل هي جريمة مدبر وممول وليست جريمة منفذ فقط. اللي عايز أقول لحضرتك أن التقرير فيه مفاجآت ظهرت، احنا بس احتراما لسرية التحقيقات هنقول أن في بعض رجال الأعمال من المقربين من نجل الرئيس السابق جمال مبارك تم اقحامهم او تم ذكر اسمائهم في التقرير، وفي وقائع مختلفه. يعني اقول لحضرتك في عجاله احد رجال الاعمال المقربين من جمال مبارك ثبت من شهود رؤيه ان هم شاهدوه وهو
بيصدر احد لمجموعه من البلطجيه، كانوا خمسه من البلطجيه، لشيكات لتحريضهم على القيام بهذه المذبحه. وثبت ايضا من اقوال بعض الشهود ان هذا الرجل من المقربين من نجل الرئيس السابق لديه يعمل لديه قريب لاحد من قضي باعدامهم، ابن عم احد من قضي باعدامهم كان على تواصل قبل المباراه بساعات، وكان في ربط بين هذا الشخص اللي ورد اسمه في التقرير وبين من نفذوا الجريمه ومن قضي باعدامهم. عاوزين نقول ان التقرير فيه ايضا امور بتتصل بالخطه الامنيه او الاجراءات الامنيه، ان كان في هناك بعض التزوير في خط، لان اللي تم تنفيذه على الارض كان مخالف تماما للي ورد بامر العمليات والاجراء الامني اللي كان المفروض يتبع، وخاصه بعد ما ذكر اللواء سامي سيدهم انه ارسل لمدير الامن عصام سمك بانه لو عنده اي محاذير او اي تفاصيل ممكن تؤجل المباراة لو كان اعلن عن هذه الاجراءات، الا ان مدير الامن السابق اللي تم ادانته بالسجن المشدد ل 15 سنة نفى علمه بهذا الخطاب وادعى عدم اطلاع عليه، وده برضه هيكون احد المحاور اللي تقرير لجنة تقصي الحقائق هيبحث فيها. وبقول لحضرتك ان بالفعل بدأت التحقيقات امام نيابة الثورة في هذا الملف، لان زي ما قلت لحضرتك الحكم كان البداية وليست النهاية، وهناك مفاجآت كثيرة في الحكم سوف نستخلصها وتظهر للرأي العام خلال الايام المقبلة ان شاء الله. هل يعني تبين من التقرير تورط اي من قيادات المجلس العسكري السابق استاذ محمد؟ في الحقيقه ده الامر هيكون يعني انا حاليا حفاظا على سريه التحقيقات اقدر اقول لحضرتك ان ده امر هيكون سابق الاوان، ولكن خلال الايام المقبله بس، لان ده بيكون في صالح التحقيق ان ما يتمش الافصاح عن وقائع واشخاص بعينهم، لان ده في النهايه بيصب في الوصول للحقيقه. يعني ان شاء الله الايام المقبله هيكون في اكتر من مفاجاه بالنسبه للتحقيقات في مجزره بورسعيد. شكرا استاذ محمد عبد الوهاب محامي اسر شهداء المذبحه. نروح بورسعيد، هناك مسيره الان الالتراس امام مقر التراس بورسعيد المصري امام مقر المحافظ بورسعيد. معنا على التليفون الاستاذ نبيل التفهني مدير مكتب الاخبار في بورسعيد. استاذ نبيل اهلا بيك يا فندم. خير يا دكتور عمرو. اهلا بيك. ايه يا فندم الوضع في بورسعيد؟ والحقيقة احنا بقالنا كم يوم في حالة هدوء تام، الامور بدأت تستقر في الحياة الطبيعية لبورسعيد. كان في مبادرة لإعادة الدراسة امبارح، الى حد ما كانت التجاوب محدود للغاية في المدارس الحكومية بالذات، يعني مدارس لم يستجب للمبادرة فيها، في كل مدرسة اعداد لا تساوي اصابع اليد الواحدة يعني. ناس لسه ما زالت خايفة على اولادها، ولكن خليني اقول لك ان المدارس الخاصه الاعداد فيها اعلى، نسبه الحضور فيها من 40 ل 50%، ويمكن السبب ده حتى الان انه تاخير عوده الشرطه للشوارع. كان في كلام ان الشرطه كان المفروض ترجع امبارح على الاقل ببدايات من رجال المرور بصحبه رجال الشرطه العسكريه، لكن تم تاخير الدفع برجال المرور وعوده الشرطه للشوارع، رغم ان بورسعيد في غياب الشرطه الكل حاسس ان هناك انفلات امني واضح، والناس محتاجه الشرطه ترجع تعيد الامل لشوارع بورسعيد. بيتم بحث هذا الامر ما بين قيادات القوات المسلحه والمحافظ وقيادات الشرطه للبحث الاسلوب الامثل لاعاده الشرطه للشوارع. الشيء اللي احنا طبعا ما كناش نحب نشوفه تاني في بورسعيد، واحنا ما صدقنا ان تداعيات العصيان تهدأ، دخلنا من الامس في مطالب فئويه واضراب تاني. لك ان تعلم ان ميناء شرق بورسعيد معطل من امبارح بالليل. طيب في مبادره قام بيها رئيس جامعه بورسعيد منذ قليل اعلنها،
ان هو يدعو لقاء جميع اسر الشهداء بالسيد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه. هل لديك اي معلومات استاذ نبيل عن هذه المبادره؟ الحقيقه المبادره دي كانت طلعت من رئيس الجامعه والمحافظ ومن قيادات الجيش، وانا يمكن في لقاء معك قبل كده قلت لك ان الجيش هو الجهه الوحيده الامنه من شعب بورسعيد توصيل رسالتها لرئيس الجمهوريه. ومن كل هذه الجهات تضافرت جهودها، وبالفعل تم تحديد لقاء صباح الغد في قصر الرئاسة، والمحافظة أعادت الاتوبيسات واتصلت بأسر الشهداء، وهيسافروا بكرة يقابلوا رئيس الجمهورية بحضور المحافظ لعرض مطالبهم. لكن هل نتوقع أخبار جيدة في هذا اللقاء؟ هل لديك أي معلومات؟ والله المطالب كلها ما يعني سبقت من القوات المسلحة ومن المحافظ وتعرضت على يعني هل تعتقد مثلا أن غدا متوقع أن الرئيس يصدر قرار باعتبار جميع الشهداء الذين سقطوا في جراء الأحداث في بورسعيد والغير متورطين في أي أحداث جنائية أن يحصلوا على لقب على نفس لقب شهيد من شهداء الثورة، وأن يعامل ماديا ومعنويا معاملة شهداء الثورة مثلا؟ أعتقد ده القرار الرئيسي المطلوب، وإن شاء الله منتظرين من الرئيس. ولكن خليني أقول لك يا دكتور عمرو، نتمنى أن نستمع لهذا القرار غدا إن شاء الله. القرار، وأتمنى على الرئيس مرسي أن يطيب خاطر شعب بورسعيد اللي عنده اعتقاد ان الرئيس في حديثه معك قال ان الناس اللي كانوا عاملين في احداث بورسعيد بلطجيه، الكلمه دي مزعله البورسعيديه قوي واخد على خاطرها من رئيس الجمهوريه. اتمنى ان يطيب خاطر بورسعيد، لان الناس هنا شافت ان ده كان كتير قوي عليها الكلمه دي، وان الناس هنا اولادها راحوا. شعب بورسعيد شعب عظيم يستحق كل خير. شكرا بالتأكيد. الكاتب الصحفي الاستاذ نبيل تفاهني مدير مكتب الاخبار. الفاتيكان منذ قليل اعلنت اختيار البابا الجديد عندما صعدت من المدخنة هناك، يعني اللون الأبيض دليل على عن اختيار البابا خلاص، كما تعلموا عندما يخرج هذا الدخان الأبيض فده معناه أنه خلاص تم إعلانه. الشرفة قدام الصورة قدامنا هي نقلا عن قناة سي ان ان الأمريكية، وحتى الآن لم يتم إعلان اسم البابا الجديد، ونحن في انتظار بعد قليل أن يتم إعلان اسم البابا الجديد. إذن العملية تمت بنجاح، عملية التصويت، لأنه في حالة عدم القدرة على التصويت أو اختيار اسم البابا الجديد كانت سوف تخرج يعني دخانة سوداء تدل على عدم النجاح في اختيار اسم البابا الجديد أو التصويت. لكن الآن العملية نجحت، وأن هناك بابا جديد للفاتيكان يعبر عن أكثر من 15 مليار كاثوليكي موجودين في أنحاء العالم. سوف يكون بابا لهم خلال سويعات قليلة، وإحنا في انتظار نعرف اسم البابا الجديد اللي هنقول اسمه أول ما جينا أي معلومات جديدة. نطلع نشوف دلوقتي نشرة أحوال مصر، ونرجع نشوف فقرة قول شكوتك. المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيرأس يوم السبت المقبل اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر بمحافظة سوهاج بحضور محافظي كافة محافظات الصعيد، وذلك لتدشين الخطة التنفيذية لتنمية الصعيد. وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح أكد أن زيادة أسعار الأسمنت جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واحتفاظ التجار به بعد نقص الدولار، مؤكدا أن الوزارة تسعى لطرح رخص جديدة خلال المرحلة المقبلة. كما كشف عن مناقشة إنشاء منطقة صناعية عربية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه وتضم 50 مصنعا لمستثمرين سوريين، مشيرا إلى أن المشروع سوف يستوعب ما لا يقل عن 40,000 عامل. وزير الطيران المهندس وائل المعداوي أعلن زيادة رسوم المغادرة بالمطارات 5 دولارات اعتبارا من مايو المقبل، ليصبح إجمالي رسوم المغادرة بالمطارات 20 دولارا. مجلس الوزراء وافق اليوم على زيادة مساحة الوحدة السكنية التي تحصل على قرض تعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى 115 متر مربع، ورفع قيمة القرض التعاوني للوحدة إلى 50,000 جنيه. نيابة الأموال العامة العليا قررت إعادة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق من سرايا النيابة إلى محبسه بعد أن طلب سداد قيمة الهدايا التي حصل عليها والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 100,000 جنيه.
عمال شركة أوراسكوم للإنشاء نظموا وقفة حاشدة اليوم أمام أبراج نايل سيتي وقاموا بقطع الطريق في مظاهرة إلا لقمة العيش. دلوقتي احنا مش عارفين لو الناس دي كلها مشيت ولا وقفت ايه اللي هيحصل. ما بنخبطش الباب على الحكومة ونقول لهم عايزين نشتغل لان احنا شغالين. لما يحطوا على الراجل ده ويشلوه من الاستثمار بتاعه كل الشعب اللي قدام حضرتك ده هيروح يقول له الحكومة عايزين نشتغل. طب هيشغلونا فين؟ اما هم مش مشغلين اللي معاهم بكالوريوسات، الكليات قاعدة في البيوت، الناس دي كلها اللي مش متعلمة هتروح فين؟ مش دي من ضمن البطالة؟ الدكتور إبراهيم الشربيني الأستاذ المساعد في علوم المواد النانوية بجامعة زويل طرح أسلوبا جديدا للعلاج بالعقاقير من خلال الرئة وذلك خلال المؤتمر الدولي 11 للكيمياء في شرم الشيخ. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك انما كتم الغنى هو اللي هيموتك. عجب، قول شكوتك. اهلا بكم. فقرة قول شكوتك هي فقرة نقدمها اسبوعيا في 90 دقيقة للمساهمة في حل مشاكل المواطنين من ابناء بلدنا اللي مش لاقيين او مش عارفين يوصلوا صوتهم للمسؤولين. الشكوى الاولى قريه الشط التابعه لمركز شربين دقهليه بتطالب بالانفصال عن محافظه دقهليه لسوء الخدمات وحيث يبلغ عدد سكانها حوالي 15,000 نسمه وهي قريه في طي النسيان لعدم حصول على القدر الكافي من الميزانيات مما جعلها تفتقد الى جميع الخدمات وتعيش في القرون الوسطى حيث لا يوجد بها لا طريق ولا وحده صحيه ولا معهد ازهري ولا مدرسه تعليم اساسي ولا محطه صرف صحي في حين باقي القرى المجاوره تنعم بجميع الخدمات لمجرد انها تتبع محافظه دمياط. فهل الاهالي بالقريه جميعهم يطالبون بمحاسبه المسؤولين عن هذا الوضع اللي هم فيه؟ معنا على التليفون اسلام من اهالي القريه. استاذ اسلام اتفضل قول شكوتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك دكتور عمرو؟ اولا بشكر حضرتك وفريق العمل القائم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا عندنا معزولين اصلا عن الدقهليه من الخدمات ومن كل حاجه. يعني اولا من الطريق في سرقه الاعتمادات الماليه لرصف الطريق اكثر من مره من 2004 و2008 و2009 وعام 2011 و2012 اللي اتسرق ميزانياتنا. نعم. وبناء على اعتصام الاهالي امام المجلس المحلي بلطرش وديوان عام المحافظه علشان كان في 2012 في شهر رمضان اللي فات كانت اتصرف لنا ميزانيه والمجلس المحلي بكفر الازرش حولها نظافه عامه في البلد. طبعا حضرتك الاهالي لما عرفت اعتصموا عند المجلس المحلي بكفر الازرش وديوان عام المحافظه والمحافظ وعدنا برص الطريق كامل وتم تعويضنا مبلغ 600,000 جنيه من الخطه الاستثماريه وطبعا المحافظ صد على رصف الطريق كامل والحد الان ما فيش اي حاجه. شكرا استاذ اسلام. هنحاول احنا هنتصل دلوقتي كمان يا ريت ان نتصل بالمحافظ صلاح المعداوي عشان نحاول ناخد منه رد على هذا الموضوع. واحنا بنضم صوتنا لصوت الاخ اسلام. يعني مش معقوله القريه يكون حالها بهذا الشكل. يعني وبعدين يعني ايه تنفصل القريه عن المحافظه؟ المحافظ ينزل ويروح ويحل الازمه ورئيس مجلس اداره مدينه شربين لازم يحل مشاكل الناس ونحن في انتظار رد من المحافظ اللواء صلاح المعداوي. الشكوى الثانيه من اهالي اسطبل عنتر مصر القديمه حيث انه قد تم حدوث حريق باحد البيوت الموجوده نتيجه ماس كهربائي مما ادى الى حرق البيت بالكامل ونتج عنه تشرد اربع اسر في الشارع دون ماوى وقام الاهالي بابلاغ الحي الذي قام بالمعاينه ولم يحدث شيء. معانا محمد احد المواطنين. اتفضل يا محمد قول شكوتك. العمر. عليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. اولا اشكر حضرتك واشكر فريق العمل اللي قام. اتفضل يا فندم. الله يكرمك. اتفضل يا فندم. الوقت حضرتك انا كنت راجع في يوم من الشغل فجالي التليفون قالوا لي تعالى بيتكم ولع وكده فرحت لقيت البيت كله مولع تمام واللي هو ما ينفعش يعد فيه اساسا فطبعا الشرطه جات والمطافي وكلام من ده وجم عملوا محضر. المفروض ان هم كانوا يقوموا ببقيه الحاجات اللي المفروض تتعمل. رحنا احنا النيابه اتحركنا ورحنا الشرطه جبنا المحضر واحنا اللي صورناه واحنا رحنا الاختار وديناه الحي. الحي اول ما رحنا له قال لي لا تجيب لي صور. هو المفروض حضرتك طيب استاذ محمد قول لي ايه المشكله وايه المطلوب؟ المشكله دلوقتي حضرتك اللي احنا قدمنا الورق
ودلوقتي طالبين حضرتك مأوى للاربع اسر المرميين في الشارع مش لاقينهم مكان ده لحد دلوقتي. طب هل احنا معانا ممكن نتصل بالسيد رئيس حي مصر القديمه يا جماعه على الكنترول؟ طيب معانا على التليفون السيد اللواء عبد الخالق عزوز رئيس حي مصر القديمه. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا بيك. ازيك؟ الله يكرمك سيدي. دلوقتي انا معايا المواطن محمد وسيادتك سمعت الشكوى بتاعته، هل ممكن نحل الازمه دي؟ حضرتك يا فندم انا يعني علمت من النهارده من خلال برنامجكم الموقر، بامانه انا بحييك. شكرا. حضرتك المواطن باختصار شديد جدا هو بيقول لك لحضرتك ان انا معايا صوره المحضر يجيني الصبحيه، انا بعمل لقاء مواطنين كل يوم بناء على تعليمات السيد دكتور المحافظ، يجيني حضرتك وناخد صوره المحضر ونعاين العقار ونحصر البيت ونشوف كم اسره مستحقه نتيجه للحضرتك. هم اربع اسر يا سياده اللواء. اربع يا فندم. يا فندم تمام، تبقى المحضر، تبقى المحضر الشرطه اللي هو السيد محمد قال عليه المواطن، هنعمل حصر بيها ونكمل ملفاتنا ونطلب لهم الوحدات السكنيه اللازمه بالتنسيق. فقد ايه بقى اذا تبين الاوراق مستوفاه؟ يعني حضرتك يجي لي الورق ده كله، يكمل الورق، هو كل ما يسرع في تكميل الورق هيكون الاجراءات سريعه جدا، وان شاء الله انا بوعد حضرتك خير بمجرد ما نتمم الورق. والورق بسيط جدا، هو المحضر وصور من البطايق، واحنا ما بنطلبش حاجات فيها تعسف لان احنا عارفين ان المنطقه دي معظم المستندات فيها ما بتبقاش على العناوين، واحنا بنحاول نصرم الامور دي كلها. محمد انت معانا يا محمد؟ يقابلني بكره يا دكتور. تروح بكره يا محمد السيد رئيس حي مصر القديمه اللي هو عبد الخالق عزوز وتاخد له الاوراق كلها وتبلغنا بقى ان شاء الله ان كنتوا خدتوا الشقه بعد ما تقدموا الاوراق المستوفاه. شكرا سياده اللواء عبد الخالق عزوز رئيس حي مصر القديمه، شكرا للمواطن. الشكوى الثالثه، قامت وزاره التربيه والتعليم بالغاء ماده الشكوى كام دي؟ طيب معانا شكوى من الاستاذه نجلاء رأفت زوجة الشهيد الطيار ايهاب نبيل. ده رائد مهندس تطالب فيها بقرار شهيد لزوجها حيث انه كان قد توفى في وقوع طائرة بوينج 767 طبعا احنا فاكرين الواقعة دي في اكتوبر عام 1999، وكان من الضباط من اسلحة مختلفة على الطيارة، وقد فوض النظام السابق التحقيق في الموضوع الى امريكا في ان تطلب بمنح لقب شهيد لهم. يعني معانا مدام نجلاء نسمع منها المشكله ايه. انا زي ما فهمت المشكله ان هو زوجها حتى الان لم يحصل على لقب شهيد رغم انه كان في مهمه رسميه خاصه بالقوات المسلحه. اتفضلي مدام نجلاء. مساء الخير دكتور عمرو. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا بحضرتك. المشكله باختصار هي مش مشكله، الحقيقه هي كارثه. حضرتك طبعا تتذكر الطياره طبعا بتاعت البطوط. الطيارة اللي كان عليها 33 ضابط من خيرة الضباط. طبعا. للأسف إلى الآن مر دخلنا سنة الـ 14 ولم يمنح الـ 33 ضابط. طب أنا عفوا بس أنا هقول بس اسم البابا، تم اختيار البابا جورج مارو من أمريكا اللاتينية ليكون بابا الفاتيكان خلف من الأرجنتين. البابا جورج مارو من الأرجنتين بابا الفاتيكان الجديد. اتفضلي يا مدام نجلاء. للأسف لم يمنح ال 33 ضابط اللي كانوا من خيرة الضباط على الطيارة، وهم طبعا ضباط مصريين كانوا في مهمة عمل رسمية مصدق بها من وزير الدفاع السابق، ولم يمنحوا قرار شهيد إلى الآن بالرغم من أن القوانين العسكرية تنطبق عليهم. للأسف رفعنا دعوة في مجلس الدولة، قعدت 7 سنين في مجلس الدولة، وبعد 7 سنين مجلس الدولة رد وقال أنا جهة غير مختصة، وبعد كده تحولت لشؤون ضباط وهي موجودة لحد النهاردة في شؤون ضباط. يعني أنا شايفة يعني إحنا كده ما بنكرمش ضباطنا، ضباط أبناء القوات المسلحة، وللأسف العسكريين محنشين في بلدهم. لاني لو تلاحظ حضرتك، لاني انا بعتبر ده اسمه بعد الثوره مهرجان الشهداء، مع احترامي لكل الارواح، في بعض ناس كان مشكوك في امرهم بلطجي او مش بلطجي وحصل على شهيد. في الالتراست العلوم قرار جمهوري شهيد، ودول الشهداء اللي ما ينطبق عليهم وصف الشهيد. حضرتك مدام نجلاء سيادتك بتخاطبي مين؟ انا عايزك توجهي رسالتك للجهه المطلوبه، هل تخاطبي سياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع؟ هل تخاطبي السيد رئيس الجمهوريه؟ اتفضلي وجهي رسالتك. احب اقول لحضرتك ان انا
ان انا ذهبت لديوان المظالم لمقابلة السيد رئيس الجمهورية ده منذ 7 اشهر وتقدمت بشكوية وجددت الشكوى بعد 4 اشهر قابلت مستشاره الدكتور محمد فؤاد جدالة من 4 اشهر وجددت الشكوى وقدمت له الشكوى فعلا ورحت لوزارة الدفاع وقابلت قبل كده اللواء ممدوح شاهين والفريق السابق ثاني عنين على الحقيقة يعني طيلك ال 14 سنة مش ساكتين عملنا كل قولي لي يا مدام نجلاء مدام نجلاء ده وضع بس زوج سيادتك الشهيد الطيار إيهاب نبيل ولا في آخرين جميع الضباط اللي كانوا على متن الطائرة لم يحصلوا على لقب شهيد أنا طيب. بتحدث باسم طيب كلام واضح بشكرك مدام نجلاء رافت انا اوجه رساله واضحه جدا الى الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يا سياده الرئيس جميع الضباط الذين انتقلوا الى رحمه الله على الطائره بوينغ 767 اللي سقطت في يعني في مثلث برمودا في قاعده نانتكت في الولايات المتحده الامريكيه حتى الان لم يحصلوا على لقب شهيد وجميعهم كانوا في مهمه رسميه والنظام السابق ظلمهم وظلم اسرهم. المطلوب يا سياده الرئيس ان يتم منح جميع اسر جميع هؤلاء الضباط لقب شهيد لان هؤلاء كانوا في مهمه رسميه عسكريه. ونفس الرساله اخاطب بها الفريق المحترم الفريق اول عبد الفتاح السيسي وانا اعلم انه رجل انسان ورجل خلوق سياده الفريق جميع الضباط الذين ماتوا على هذه الطائره لم يحصلوا على لقب شهيد. نرجو من سيادتك ان توافق على منح جميع الضباط لقب شهيد ده حقهم يا سيادة الفريق وانا واثق ان حضرتك مش هتحرم لا ابنائهم ولا زوجاتهم ان يشعروا ان ازواجهم او ابائهم قدموا تضحية الوطن وراحوا في فداء هذا الوطن. الشكوى الاخيرة صرخة من جميع طالبات ومعلمي مدرسة السبعية الثانوية بنات اسوان ادفو السبعية غرب بيقولوا فيها الى متى سوف يظل الازمة. هذا الصرح بتاريخه العريق كارثة وقنبلة موقوتة اكتر من 400 شخص من الطالبات يعني بيقوم بعملهم داخل مبنى متهالك ومبنى سيء جدا. معنا الاستاذ حاتم مدرس في المدرسة. استاذ حاتم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. هو سيادتك صدر قرار اداري للمحافظ السابق من شان مدرسة التعليم الثانوي باسم مدرسة السبعية الثانوية بنات وبدأت الدراسة فعلا بتاريخ 14/9/2006 معايا سيادتك؟ اتفضل يا فندم. طبعا نظرا لتزايد عدد الطالبات بالمدينه وطبعا طبقا لخطه التربيه والتعليم للتوسعه بالنسبه للمدارس. المشكله ان تم تسكين الطالبات وهيئه التدريس في مبنى متهالك. الصور قدامنا اهي، الصور قدامنا. تم بنائه من عام 1925 بالطوب اللبن والاسقف بتاعته من عجاز النخيل والسقف بتاعه. طبعا ده تم كحل مؤقت لحين احلال المكان نفسه على اساس انه في جزء تابع للابنيه التعليميه وفي جزء كان في الاول ملك للاهالي والاهالي تبرعوا بيه عن طريق عقود هبه وتم تسليم العقود دي للاداره التعليميه. احنا طبعا فاضلين من 2006 لغايه 2013 علما بان المدرسه دي بتخرج سنويا عشرات الطالبات بالفحص وبالطب والهندسه ومعلمين ومعلمات بالجامعات. احنا بدأنا رحلة البحث عن حل ينجي بناتنا من وقوع كضحايا تحت انقاض مبنى متهالك في البناء والاساس. حصلنا موافقة من السيد المحافظ السابق سمير يوسف بإدراج المبنى في خطة الأبنية التعليمية للإحلال والتجديد، لكن ما تنفذتش. تم مخاطبة الجهات المختصة بالقاهرة والهلال الأحمر والمجالس المحلية لكن دون جدوى. لما ما تنفذش قرار المحافظ السابق حصلنا على طيب أنا أستاذ حاتم أنا بس عايز أعرف إيه المطلوب يا فندم؟ المطلوب المبنى ده غير صالح اصلا في القرن ال21 ان انا ادرس لطلبه ثانوي عام. طيب خليك معايا على التليفون. معانا على التليفون سياده اللواء محمد عسل مدير هيئه الابنيه التعليميه. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. اهلا 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 بيك الله يكرمك. يا ترى في حل لهذه المشكله سياده اللواء؟ هو حضرتك المدرسه اللي هو مشار اليها اللي بيقول عليها المدرسه دي مدرسه مستاجره، يعني المدرسه في الملاك بتاع هؤلاء المدرسه جزء من المتبرعين وافق والجزء الثاني رفض. فاصبحوا الملاك اللي هو المستاجرين احنا كهيئه مستاجرين هذه المدرسه، فما نقدرش نعمل اي تعديل او صيانه الا ما نرجع للمؤجر الاصلي بتاع المدرسه. فالمتبرعين جزء منهم قال لا احنا موافقين على التبرع والجزء الثاني رفض هو يتبرع.
فاصبح الوقت في امر في مشكله بالنسبه لنا. طب بس احنا عايزين نحل المشكله، المستشفى كلها المدرسه عباره عن عقارب وقطط وكلاب ويعني لا هو حضرتك وافاعي. احنا في مبنى عندنا مملوك لينا احنا عاملينه على قدر جميل جدا اللي هو مملوك للحكومه. المبنى المستاجر بتاع اهدار مال عام احنا نصرف على مبالغ ماليه على هذا المبنى وبعدين يجي ياخدوه الملاك الموجودين دول احنا ما عايزينه. حضرتك اصحاب المدرسه احنا لو هم يتبرعوا احنا موافقين على طول نعمل احلال وتجديد حالا وعاجل. بس هم الوقت هم مختلفين فيما بينهم، يعني حضرتك في جزء منهم موافق وجزء الثاني مش موافق. يا ريت لو هم كلهم يتحدوا على راي واحد. طيب اذا اصحاب المدرسه ما وافقوش الطلبه دول مصيرهم ايه؟ احنا مستعدين نشتري منهم اللي هم الجزء الثاني اللي هو مش عايز يتبرع لو عايز يبيع. احنا مستعدين نشتري كهيئه تنميه تعليميه ونعمل احلال وتجديد للمبنى الموجود هناك. واحنا نسقنا مع سياده المحافظ قلنا له احنا لو نوفر اراضي بديله ما فيش مشكله. المدرسه دي كانت مختلطه بين اولاد وصبيان وتم نقل بنات وصبيان وتم نقل البنات في اماكن اخرى والكثافه بتاعتها منخفضه جدا. اتمنى سياده اللواء سيادتك بكره بقى يعني تحاول تتصل بالناس اصحاب المدرسه ونحاول نحل المشكله عشان الطلبه ومصير الطلبه. يبقى كتر خيرك. شكرا للواء محمد عسل مدير هيئه الابنيه التعليميه. شكرا للاستاذ حاتم مدرس مدرسه. الان البابا الجديد جورج مارو خرج الى شرفه ماريو الفاتيكان واطلق على نفسه اسم البابا فرانسيس. احنا من سنة جات لنا شكوى في البرنامج، شكوى رحت على اثارها الى منطقة اسمها عشش السكة الحديد. رحت هناك لقيت مكان في شارع السودان يعني في داخل منطقة المهندسين، منطقة يعني عشوائية، اسر بتعيش تحت خط الفقر، 9 و10 في اوضة واحدة، ما عندهمش سقف، ما عندهمش مية، ما عندهمش صرف صحي، بياخدوا حاجاتهم في داخل الغرف اللي هم قاعدين فيها او بيرموا هذه الحاجات على شريط القطر. حياة كانت في منتهى القسوة والناس كانت يعني فعلا كانت منسية. الحمد لله بعد ما عرضنا الموضوع كلمت السيد المحافظ المحترم علي عبد الرحمن وقلت له على هذه المشكلة. المحافظ بعد ما اتصلت بيه كتر خيره اصدر قرار على طول ان هو هيحل الازمة، انه هيبدأ يحل الموضوع انه يبني 3 عمارات سكنية. الحمد لله المحافظ يعني وفى، واحنا وكنت بتابع معاه خطوة بخطوة المشروع من اوله، يعني من اول وضع حجر الاساس، والحمد لله العمارات بعد مرور سنة تقريبا اكتملت عشان الناس اللي موجودة هناك تتنقل من العشش الى شقق نظيفة. ودي مرحلة أولى، هتكون في مرحلة تانية تضمن إنشاء 15 عمارة لحل الأزمة بالكامل. أنا عملنا تقرير، أولا بشكر المحافظ المحترم دكتور علي عبد الرحمن، بشكره فعلا لأن الحقيقة هو ده المنتظر النهاردة من المحافظين، إن إحنا مش بس نطرح المشكلة والمحافظ يسيبنا نتكلم، لا، المحافظ لما طرحنا المشكلة الحمد لله كتر خيره تجاوب معانا وحل المشكلة وبنينا العمارات، والناس خلال شهر هتكون ساكنه ان شاء الله في الشقق اللي اتبنت. ودي مرحله اولى، وفي مرحله ثانيه انا بشكر جدا المحافظ المحترم الدكتور علي عبد الرحمن، وبقول ده دور المحافظين لما يلاقي عندهم مشاكل ويقدروا يحلوها يحلوها، عشان يعني حتى اذا لم يجازوا في الدنيا فيجازوا في الاخره ان شاء الله باذن الله، ويكون ده ثواب. الحاجه الثانيه ده دور الاعلام. دورنا مش نقعد نتكلم في السياسه ونجيب للناس اكتئاب فوق الاكتئاب اللي عندهم، لا، دورنا كمان ان احنا ننزل نشوف مشاكل الناس نطرحها، والتنميه البشريه ان احنا نحل المشاكل. لما نحل المشكله هنحس ان احنا كاعلاميين عملنا عمل مفيد وقلنا كلام مفيد مش كلام في الهواء. شوف التقرير. النهارده في حي المهندسين وده شارع السودان، والمنطقه هنخشها منطقه السكه الحديد بتقع في حي المهندسين، منطقه عشوائيه في حي المهندسين. هنا مفيش صرف صحي،
ما فيش تعليم كويس ماشي في هنا مش تعليم خالص أصلاً. خالص ما فيش تعليم اصلا اساسا خالص فاهمني. انا واحد من الناس يعني انا واحد من الناس كنت واخد شقه سنه ايجار كان ايجار 400 جنيه ما قدرتش ادفعه مشيت طلقت مراتي بسبب المشكله دي وقاعد هنا في العشش مع اختي معاها ست عيال. مشكله هنا كمان اللي حضرتك شايفينها لو حصل حد عيان لو حصل اي حريقه لا عربيه اسعاف ممكن تخش هنا اهو ده الشارع اهو لا عربيه اسعاف ممكن تخش هنا ولا قعدت عربيه مطافي وحياه اديكم شايفين. وادي احنا هنا في المهندسين انا بقولها بصوت عالي احنا في المهندسين عشان السيد محافظ الجيزه لو ما كانش شاف المنطقه دي انا بقول له يا سياده المحافظ رعاياك هنا تعبانين ارجوك انزل وشوف الناس عايشه ازاي هنا عشان تعرفوا الناس تعبانه ازاي. خرجت صور منطقة عشش السكك الحديد العشوائية بالجيزة من أزقتها الضيقة لشاشات التلفاز لتعلن عن نفسها على مرأى ومسمع من الجميع. كاميرا البرنامج وضعت هذه العشوائية داخل دائرة ضوء تمكن من خلالها السيد محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن أن يضع حلولا تلبي حاجات سكان هذه المنطقة. بعد الحصر تم تقدير عدد الوحدات اللازمة وعدد العمارات المطلوب إنشائها وجدنا أنه 15 عمارة سيتم إنشاء أول 3 عمارات كمرحلة أولى خصص لها دفعة أولى 7 مليون جنيه وده بيغطي تكاليف إنشاء 3 عمارات ونقل مجموعة من السكان كمرحلة أولى إلى هذه العمارات. بعد نقلهم سيمكن إزالة العشش اللي كانوا ساكنين فيها وده هيتيح لنا أرض جديدة نبني فيها 6 عمارات اللي هي المرحلة الثانية ثم يتوالى الأمر مرة أخرى للمرحلة الثالثة 6 عمارات أخرى ويبقى الإجمالي 15 عمارة. ومع انطلاق إشارة البناء شارك البرنامج في وضع حجر أساس مشروع ميلاد حياة أكثر إنسانية. النهاردة احنا بنبدأ مرحلة اعداد 30 شقة لأول مجموعة من سكان عشش السكة الحديد خلف شارع السودان في حي الدقي. الثلاث عمارات أسندت لشركة مقاولات ومدة التنفيذ 10 شهور ان شاء الله نقدر ننفذ هذه الشقة قبل مرور 10 شهور المتعاقد عليها. فرحانه اللي تعملوا لنا سكن نظيف ونشكر المحافظ ونشكر غير المحافظ وان شاء الله يخليكم ويطول اعماركم ويديكم الصحه ويكفيكم شر المرض. انا اول حاجه نشكر في غياب عمرو الليسي طلع ام عمره وهو اللي دردك الدنيا وسبب الفرحه اللي احنا فرحانين فيها دي. والله العظيم على كده انا فرحان يمكن من ما بناكل في اليدان ده ما بناكل من الفرحه لان في بلاط وفي فرحه وفي يعني مش مصدق نفسي على كده هنقعد في شقه. كاميرا البرنامج كانت ترصد تحركات المشروع خطوه خطوه وفات الكثير وما بقي الا القليل. مشروع الوحدات السكنيه بمرحلته الاولى أوشك فعلا على الاكتمال. برنامج واحد من الناس يعني ألقى الضوء على هذه المشكلة وهذه العشوائية بصفة خاصة. هذه العشوائية تطلبت إنشاء أول مرحلة من العمارات بتكلفة حوالي 4 مليون جنيه. الأعمال حاليا في الدور الأخير والهيكل الأعمال المدنية تم سيبدأ التسكين فيها خلال الشهور القادمة.
أول مجموعة من ساكن العشش، كل واحد هيسلم عشته ويستلم شقة كاملة التشطيب من المحافظة. دلوقتي واقفين في الموقع الخاص بتطوير عيش الشارع السودان، الحمد لله وبفضله احنا دلوقتي وصلنا لنسب تنفيذ توصل ل 60-70%، وان شاء الله على بداية واوائل شهر 6 هتكون الموقع دوت هنا منتهي تماما من جميع الاعمال الاعتيادية الخاصة بينا. احنا من 50 سنة قاعدين هنا، ما كانش فيه صرف صحي ولا مجاري ولا، وكنا يوم بنحلم بيه في الاخر طب علينا الاستاذ عمرو الليسي الله يكرمه، بصينا لقيناه الفعل يعني بالفعل حقق لنا املنا وعمل لنا شقق كنا نحلم فيها في التاريخ، يعني من ساعه ما جينا مصر هنا من 50 سنة واحنا بنحلم بيوم زي ده، فهو حقق لنا املنا ووصلنا للمسؤولين والدكتور علي عبد الرحمن ربنا يكرمه، واحنا بنشكرهم وان شاء الله مبسوطين بالاول بشائر الخير الشقق اللي عملوها لنا ديت. احنا كل ما نبص عليهم نلقوهم بيبنوا وشغالين نقول الحمد لله على كده، ربنا هينجدنا من اللي احنا فيه. يا رب ما يخلي الناس الزنا كلها يا رب. انا بيها والله الحمد لله والله عشان عايشه شيء يا اولاد، انما الحمد لله إن أنا أعيش في شعب جنوبات والحمد لله. وتستمر جهود البرنامج ومتابعته للمرحلتين الثانية والثالثة حتى نقضي تماما على عشوائية السكك الحديد، ويكون واحد من الناس أول برنامج يساهم في طمس أول عشوائية، وهذه شعلة بداية لإتمام الهدف أن تصبح مصر بلدا خاليا تماما من العشوائيات. هذا البرنامج